هذه ما في شك، كله من دبرة العزيز الحكيم، والإنسان يتوكل ويعمل الأسباب فقط في هذه الدنيا، والمسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، فإحنا ما نملك إلا الأسباب فقط، وهذه من رحمة الله علينا أنه نملك الأسباب والنتائج على الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان إذا بذل السبب بريت الذمة من الموضوع اللي كان، سواء بتربية الأولاد أو بإصلاح الزوجة أو بإصلاح الولد أو بالرزق ليسعاله، يكون يعني بذل السبب والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بس أنا عشان نظن قدر ما يظن الإنسان بالله سبحانه وتعالى يعطيه، فأنظر نية خير بالله حسب ما تظن يعطيك. بعض الناس يقول أنا ما أطيب، أنا تعبان، أنا طول عمري تعبان يتشكى من، لكن إذا ظن بالله ظن حسن، الله عند ظن المؤمن، وقال أنا عند ظن عبدي بي، وما ظنكم برب العالمين، فليظن بعبدي ما يشاء. يقول الله عند ظنونكم وش تظنون، السهل سهل وبالكلافة كلوفة، صحيح، تفائلوا بالخير دايم وتلقون ويروح عنكم شركم والنكوفة، وقولوا لكم قولا على ما تحبون، تجنبوا قولا يجر الحسوفة، وشكل منه دبر الخلق والكون، طبع ابن آدم ونسمعكم عزوفة، وشكل منه دبر الخلق والكون، طبع ابن آدم ونسمعكم عزوفة، أحيان تكسف شمسنا ما تشوفون، وحتى القمر مرات يبدأ خسوفة، والقادر القهار ضامن ومضمون بالجود والإحسان، لطف مروفة عن قرع بابه لا يشطنك شطون، اسجد وناجه بالدموع الظروفة، واقسم لكم بالله وتالله مليون من ظله ظن بربه يشوفه. رجعنا وياكم عند حسن الله يا أبو عبد الرحمن. قدمنا للكلام